دلوقتي مغلق للصيام مع أيمن وطار على انرجي 92.1. رمضان نحتاج انرجي. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، واهلا بكم في حلقة جديدة من مغلق للصيام. انا ايمن وطار وتسمعون على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع شائك، موضوع حيوي، موضوع فتح بيوت وخرب بيوت. هنتكلم عن سلاح في ايدك وفي ايدي وفي ايد ملايين غيرنا، الا وهو السوشيال ميديا. فيسبوك وتويتر وواتساب وانستجرام، واللهم اني صائم، تندر، وابليكيشنز غيرهم كتير. انا مش اول واحد هيتكلم عن السوشيال ميديا ولا اخر واحد، بس اعتقد كل واحد منا عنده اكاونت على فيسبوك واكاونت على تويتر واكاونت على انستجرام واكاونت على مش عارف مين ولا مش عارف ايه بصراحه. بس انا هسالك سؤال مهم وحيوي وخطر تحت، هل انت بتستخدم السوشيال ميديا صح؟ مش هتكلم عن امن المعلومات والكلام ده، ليه؟ لان ناس كتير بيتكلموا عنه. انا النهارده هكلمكم ازاي تستخدم السوشيال ميديا صح، هقول لكم ازاي تتلصصوا او بالخواجاتي تستوكوا حد صح بدون ما تتقفش، هعرفكوا ازاي تعرفوا البوست المضروب من الاصلي، هعرفك يا ست الكل ازاي تتكلمي مع ولادك اونلاين، وهعرفكوا تتصرفوا ازاي لما حد يرخم عليكم ازاي تصطادوه. كل ده من واقع تجارب ناس حقيقيه. نبتدي باول واهم ابلكيشن في السوشيال ميديا، الفيسبوك. مين فينا ما عندوش فيسبوك؟ مين فينا ما قابلش اصحاب مدرسته اللي ما شافوهمش من بتاع 20 سنه في كومنت معدي كده في جروب دفعه؟ بصوا مبدئيا كده الفيسبوك ده مش اداه ترفيه ولا مجرد ابلكيشن بنضيع بيها وقت، بس زي ما قلت لكم من شويه ان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وخصوصا الفيسبوك ابن الابلسه ده. ممكن تبقى في سابع سما زي الخليل كوميدي، وممكن يخسف بيك الارض لسابع يخسف بيك الارض لسابع ارض بسبب كومنت. مع الوقت شفنا ناس بتكبر وتتشهر بسببه، وشركات بتروح الوبا بسبب بوست غبي او ادمن حب يستروش نفسه، ونتيجه ان الناس اتقلبت بيه. من الملاحظ ان نسبه العنف بتزيد على اونلاين، الناس اصلا كده كده مش طايقه نفسها في الشارع، والود والدهم يمسكوا في خناق بعض. ما بالك بقى اونلاين يبقوا عاملين ازاي؟ سهل جدا من ورا شاشه تتخانق وتشتم وتحب وتكره وتكمل يومك عادي جدا كأن شيئا لم يكن. واحده واحده كده معايا. اول نصيحه، حرص على لايكاتك مثل الطير المهاجر. مش بقولك تسمي اسمك الطير المهاجر، عشان ده مش هيفيدك خالص وهتبقى ماده سفه وتحفيل اونلاين. ابقوا فكروني نتكلم عن حته التحفيل الاونلاين ده بعدين. المهم اللي كنت بقوله انك خليك في السوشيال ميديا في العموم او الفيسبوك في الخصوص كالطير المهاجر، تعدي كده على بوستات وجروبات وصفحات، تتفرج على فيديو قطط وتضحك، تشوف فيديو وصفه حته لحمه مشويه وجنبها اطباق اول مره تسمع عنها، تحسس على بطنك وتفتكر ان ست الوالده عامله لك سبانخ على الفطار فتبلع ريقك في مراره وتسكت، وهكذا. ما تتحمقش اونلاين، وما تدخلش في خناقات اونلاين ولا في تحفيل ولا بكومنتات من نوعيه عارفينها اللي هي كذا حرف اللي هي غير في دي عارفين بتكتب ازاي اللي هي كذا هي لازقه في بعض، يعني كانك مكنه تصوير مهنجه. ليه بتعملوا كده؟ مش فاهم. بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1. اهلا بكم مره تانية ومغلق الصيام. انا ايمن وطار، تسمعون على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. هنكمل كلامنا عن السوشيال ميديا وطرق التعامل معاها، واللي ابتديناها بالفيسبوك. زي ما قلت لكم خليك على الفيسبوك، حرص على لايكاتك. بتتنطط من بيج البوست لجروب وتاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. ليه بقى بقولك تعمل كده؟ عشان الدراسات اثبتت ان قدام كل بوست بيعجبك او بيضحكك او بيفيدك على الفيسبوك هتلاقي 20 بوست مستفز وهيغيظك ويرفع ضغط دمك، والنتيجه صداع وارياه، وفي حالات التليفون بيتكسر 60 حته بعد ما ترزعه في اقرب حيطه. وعلى ايه يا باب؟ الواحد مننا في اللي مكفيه. وبعدين تعرف اسعار الموبايلات بقت عامله ازاي دلوقتي؟ تعالوا نضرب مثل. انت صحيت الصبح اول حاجه بتعملها ايه؟ من قبل حتى ما تغسل وشك واسنانك واللازم منه بتمد ايدك وتمسك تليفونك وتفتح الفيسبوك بتاعك، وتفتح النوتيفيكيشنز والتنبيهات في تليفونك لو بالعربي، وتشوف ايه اللي فاتك في المساء، يعني الكام ساعه اللي انت كنت نايم فيهم. ودي اهم لقطه في اليوم، لان اول حاجه عينك بتقع عليها كفيله انها تخلي يومك يا حلو ومزطط وتخليه يوم ما يعلم بيه الا ربنا. نقول مثلا انك بتفتح لايك لقيت كوميك من فيلم الناظر او الليمبي متركب على موقف الناس عارفاه، او خبر في التلفزيون، او مباراه او ماتش، هتضحك وتبتسم وهو احلى صباح يا معلم، وبعدها تبقشش على صاحب البوست لايك، ولو انت كريم شويتين هتعمل شير. حلو؟ لا مش حلو. اقول لك ليه؟ لو لقيت بوست حلو وبيضحك واخد الاف اللايكات معنى كده انه ناجح، وانت باللايك بتاعك ده بتدفع له مرتب معنوي مقابل القيام بعمله. بس لو واحد دمه تقيل او واحد كاتب راي غبي او حد بيشتم، اللايك بتاعك ده في الحاله دي هيساعد في انتشار الاراء الغبيه والطاقه السلبيه في الاجواء.
ده اللي قصدي بيه لما بقول لك خليك كطير المهاجر. عادي، شفت حاجه حلوه اضحك يا سيدي بينك وبين نفسك، شفت حاجه وحشه او نكته رخمه او طريقه او تحفيل على حد، مش لازم تدخل وتتخانق. اختار معاركك يا سيدي المقاتل الالكتروني. انا مش بحاول اصلا اصلح الكون ولا انشر الاخلاق الحميده وعايز الدنيا تبقى جنه، لا دي مش شغلتي ولا مهمتي يا عم. بس بص كده على النتيجه النهائيه، لما واحد بينشر الكراهيه او بيقول اراء غبيه او خلاص هيتركن وهيروح، هتروح عليه. مستخدمين اللايكات دول بياخدوا قوتهم مني ومنك ومن كل الناس اللي حوالينا. لما يلاقوا ان بضاعتهم مش شغاله ولا ماشيه هيبقى الحل ايه؟ يا هيبقى موطن طبيعي بيعمل شير لفيديوهات قطط وصور اكل وشكرا، يا هيقفل الاكونت بتاعه ويركز في اكل عيشه ويقدر ما دخلك شر. في المقابل انت هترتاح وانا هرتاح وبابا وماما ومنا وكلنا هنرتاح. شفت بقى بسيطه ازاي وسهله اهو؟ تشوف نكته حلوه ولا حاجه تضحك وتتبسط بيها بينك وبين نفسك، تشوف حاجه وحشه اهو روح معلم الله يسامحك ويحنن عليك، مفيش مشاكل، بسيطه وسهله. نطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. مغلق للصيام مع ايمن وطار على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. اهلا بكم مره تانية ومغلق للصيام، انا ايمن وطار وبتسمعونا على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. بنكمل كلامنا عن السوشيال ميديا وعن الفيسبوك تحديدا. اول نصيحه قلناها انه حرص على لايكاتك وكانك كطير المهاجر. تاني هام وبقى وده المهم في كيفيه التعامل مع الفيسبوك، كم مره اتعمل لك تاك في صوره قديمه ليك وقت مراهقتك وانت لسه فرحان بشنبك وهدومك الغريبه؟ عادي يا جماعه كلنا كنا كده، ومع الوقت انت بتكبر ووعيك بيكبر وذوقك بيتغير، دي مش جريمه. بس المشكله مش فيك يا باشا، المشكله في اصحابك الروشين اللي بيكتشفوا الصور دي واللي بتبقى ماده للسف والتريقه على جانبك وذكرياتك الزباله بتيجي معاها. الموضوع بسيط جدا، مبدئيا كل فتره كده بدخل في جوانب بروفايلك المظلمه واشيل صورك القديمه دي. خلاص عرفنا ان انت كنت شاب روش في العجمي سنه 97، او كنت لسه مولود وقت عرض اول حلقه من مسلسلات من مسلسل مال وبنون، عرفت تشيلها. تمام، في خطوه ثانيه ودي الاهم، الست الوالده. طبعا ست كل ربنا يخليها لنا وتعيش وتربي، بس ما تنساش ان الست دي معاها صندوقك الاسود. لو مصايبك وصورك وملفاتك القديمه معاها فاكسب رضاها، ده اولا. وثانيا حاول تخفي اي صور قديمه ليك، احرقها، اقطعها، اعمل لها سكان وحطها على فلاشه لو انت فارق معاك الذكريات قوي، اتصرف. المهم حاول تخفي الصور دي عشان دي ادله ضدك ومش هتخلص لو حد عرف يوصل لها. يحبس برضو ان لو كان ليك اسم دلع زمان حاول ما تخفيهوش وتكون متصالح معاه، لان اكيد في يوم من الايام هتلاقي الست الواده بتقول لك الله شكلك جميل قوي يا حنكش، وانت اسمك غضنفر او قسوره او اي من الاسماء المرعبه دي. الكلام برضو للبنات، صور الفضائح بتاعت المصيف او الطفوله دي ممكن تبقى اداه خطر تطير منك اجدع عريس. الكلام برضو شغال مع جميع افراد الاسره، العائله الكريمه، الخاله، العمه، الخال، العم، ولاد العم. بص يستحسن ما تعملش اد لاي حد من افراد عيلتك، وده لمصلحتك اولا ولمصلحتك ولمصلحتهم ثانيا. الواحد مننا بياخد راحته شويتين على الفيسبوك، فلما تلاقي واحد صاحبك بيقول لك حاجه واحنا عارفين ان احنا مش بنتعامل مع اصحابنا باسمائهم، احنا بنشتم على طول، وده بيبقى من باب العشم. تخيل بقى يا باشا خالتك ولا خالك شافك بتشتم واحد صاحبك، وهم واخدين عنك فكره انك الولد المؤدب الجميل الكيوت اللي يشوف الشمس يستحي منها، مع ان ممكن يكون عندك 35 و36 سنه ومتجوز ومخلف، بس برضه هتفضل طفل في وجهه نظرهم. احنا ما بنكبرش في نظر اهالينا، احنا بنفضل اطفال في نظر اهالينا. فاول ما نكون في عزومه، وما اننا في الشهر الكريم وفي عزومات اكتر من ايام الشهر نفسه، هيكون في تجمع عائلي ويجي خالك يقوم رامي القنبله بعد ما تخلصوا اكل يقول لك ايه اللي انت كاتبه بتاع الفيسبوك ده، ولا كبرت وبقيت بتشتم. مبروك يا معلم، انت كده بقيت بونبونات القعده وكريستاله السهره، وهاتك ذكريات ومناقشات وتريقه، ومش بعيد حد من قرايبك يكتشف مواهبه المدفونه في مجال الكوميديا ويقرر انه يجعلك ماده طموحه للكوميديا بتاعته. شفت بقى صوره واحده ممكن تعمل فيك ايه؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. اهلا بكم مره تانية ومغلق الصيام، انا ايمن وطار وبتسمعونا على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. ورجعنا لكم تاني في موضوع السوشيال ميديا وشويه نصايح كده عشان تستمتع بوقتك على السوشيال ميديا بكل امان وسلاسه. بنكمل كلامنا عن العملاق الازرق، لا ده مش اعلان عن ادويه مقويات بتاع، بنتكلم عن الفيسبوك. طب والله انا لسه واخد بالي ان معظم ابلكيشن السوشيال ميديا اللي بنستخدمها لونها ازرق، فيسبوك وتويتر ولينكد ان بتاع الشغل وبيهانس بتاع المرسمين الفنانين والخطاطين، ربنا يجعلنا في ربع رونقهم في يوم من الايام. بس ده مش موضوعنا، خلونا في الفيسبوك وهنكمل نصايح في التعامل معاه. ثالث نصيحه من نصايح التعامل مع الفيسبوك هي اختار معاركك. في ظاهره ظهرت من نوعها التحفيل اونلاين. التحفيل اونلاين ده هو في واحد لا حول لي ولا قوه بيكتب نكته او بيتصور صوره او بيقول رايه،
عادي، حقه زي حق اي مواطن طبيعي انه يقول ويتكلم اللي نفسه فيه. بس للاسف ناس شايفين غير كده، واحد بيكتب كومنت وينده صحابه واصحابه يندهوا اصحابهم وهكذا، فتلاقي 3000 كومنت ما بين نكته وتريقه وشتيمه ولازم منه. والموضوع ده بصراحه مش حلو ومش لذيذ، وما تعرفوش مدى الاذى النفسي اللي بيحصل لصاحب البوست اللي بيتحفل عليه. زي ما قلت لكم انا مش دوري ان اصلح الكون، انا بساعد بلفت النظر لحاجات ممكن تسهل حياتنا وتعاملنا. بس لو حصل، لو انت كتبت اي حاجه يا سيدي المواطن ولقيت ان في سكه تحفيل بتحصل وشايفها جايه من بعيد، ابسط حاجه تعملها انك تقفل الكومنتات في البروفايل بتاعك. لما تكتب حاجه بابليك ما تخليش اي واحد معدي من بره يعدي ويكتب ويتريق وينده صحابه. انت مش بتسيب باب بيتك مفتوح كده على البحري لاي واحد معدي، خلي فيه شويه خصوصيه للبروفايل بتاعك. اولا ده يحميك انت شخصيا من وجع الدماغ، وثانيا هيحمي خصوصيتك وبياناتك ان اي حد ممكن يدخل ويعرف مثلا انت عايش فين ولا بتشتغل فين ومين صحابك. ليه؟ عشان في ناس اونلاين بسم الله ما شاء الله منتشرين انتشار مرعب وبيحبوا يجمعوا معلومات عن اي حد، وده يعتبر جريمه بمناسبه في كذا دوله في العالم. بيبقوا عارفين عنك كل حاجه من اول اسمك لحد مكان شغلك واصحابك في الشغل وتتغدوا ايه ومرتب كل واحد ايه والكروت اللي بتشحن بيها تليفونك وكل حاجه. لو انت كمستخدم لقيت اي حد اي حاجه مش لازم تدلو بدلوك وتدخل تديه اللي فيه الاسم، خصوصا لو حد ما تعرفوش ومفيش بينكم العشم الكافي اللي يخليك تدخل وتتريق وتشتم وتلعن سلسفيل جدوده وتنده صحابك كمان. ايوه في ناس مش صح كتير، في ناس ارائها مستفزه ان كان ليك او لشريحه كبيره من الشعب، بس على راي عم جمال البقال كل واحد منه له، فسيب بقى اللي يقول يقول واللي يكتب يكتب، احنا ملناش دعوه يا عم. مين هو حد بياخد من قوتي؟ سيبك. بالمناسبه دي نسمع مع بعض اغنيه شانكوتي. لا يا معتصم، طيب خلاص سمعنا اغنيه على ذوقك، نطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق للصيام على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. مغلق للصيام مع ايمن وطار على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. اهلا بكم مره تانية ومغلق للصيام، انا ايمن وطار، بتسمعونا على راديو انرجي 92.1 رمضان محتاج انرجي، وبنرجع نكمل مع بعض كلامنا الشيق والممتع جدا عن السوشيال ميديا. خلاص خلصنا الفيسبوك، نتكلم بقى عن تاني اهم ابلكيشن ناس كتير بتستخدمها بعض الفيسبوك، الانستغرام. الانستغرام لما ابتدى كان ابلكيشن الناس بتستخدمه عشان ينقلوا لبعض مشاهد من حياتهم اليوميه. بقدرة قادر قلب ابلكيشن اكل، تفتح التايم لاين من هنا تلاقي اطباق واكلات واشكال والوان من كل انحاء العالم. ساعات طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه وجميله وبتفتح نفسك كمشاهد، بس اللي مش عادي بقى ان في ناس بتصور تفاصيل من حياتها انا كمستخدم مش مضطر اشوفها. هتقولي طيب ما دام انت مش مضطر يبقى اعمل انفولو من سكات. ماشي بنعمل، بس مش كل ما الاقي حاجه مش عجباني اعمل انفولو، انا كده هخسر ناس كتير. يعني مثلا مش لازم افتح الاقيك مصور نفسك وانت في المستشفى وحواليك خراطيم واجهزه، انت في ايه ولا ايه يا معلم؟ ولا الحلوه الكتكوته اللي التايم لاين بتاعها عباره عن صور ليها في كل اماكن والاوضاع بنفس البوز، فالموضوع هتلاقيه موتر ومتعب والله. بس عادي، مش ده مربط الفرس. مبدئيا لما تيجي تقلب انستغرام يستحسن تسكرول او تقلب في ايد في بايد والايد التانية ماسكه التليفون، بمعنى هتمسك التليفون بايدك الشمال وتقلب بايدك اليمين، واصبعك لمؤاخذه يكون بيقلب من اقصى يمين التليفون. معلش شكلك هيبقى غريب شويتين وكانك اول مره تشوف اختراع زي ده، بس معلش خليكم معايا للاخر، انا عايز مصلحتكم. تسالوني ليه اللف والدوران ده كله؟ هقول لكم انك لو ركزت كده هتلاقي علامه اللايك او القلب تحت اي صوره ناحيه الشمال. تقول لي يا اخي انستغرام هم يحطوا القلوب مطرح ما هم عايزين. ماشي يا مولانا ما قلناش حاجه، بس مثلا لما يكون في واحده عجبك او حد معجب او واحد معجبه بيها او واحده معجبه بيه وعامل لك وعماله تقلبي في الصور بتاعته ووصلت للصوره بقالها 5-6 سنين وعملت لها لايك بالغلط، صاحب الصوره ده هيقول عليك حاجه من اتنين، يا قاتل متسلسل بيدرس ضحايا كويس وبيضرب من كل جانب من جوانب حياتهم، يا هيقول عليها عليك معجب ولهان او معجبه مجنونه. بصوا هي ساعات المواضيع دي بتبقى حلوه في مراحل التظبيط اللي كلنا عارفينها واكيد مرينا بيها، بس ساعات مش بتبقى حلوه. يعني تخلي مثلا ان انت اول يوم ليك في الشغل ولقيت بروفايل بنت معاك في الشغل، وبعدها بيوم ما اليوم خلص انت قاعد على القهوه بتاخد حجرك المبجل، قررت تفتح وتشوف البروفايل بتاعها وتقلب فيه لحد ما ايدك تيجي بالغلط على الصوره بقالها 5-6 سنين. قول لي كده هتروح شغل تاني يوم ازاي؟ طبعا هيجي لك نوتيفيكيشن بلايك جميل من حضرتك، فهتكلم صاحبتها وتحكي لها عنك، وفي الحاله دي يا هتلبس جوازه انت يا ولدها مالكش دعوه بيها، يا اما هيبقى اغرب يوم شغل في العالم لما توصل مكتبك كده وكل الناس بتبص لك بتوتر وخوف وكل واحد فيهم عارف ان الدور هيجي عليه في يوم من الايام. طبعا الكلام ممكن يوصل في ساعه صفا لمدير بتاعك عشان الكلام العصفوره اللي في معاك في المكتب، اللي هيحاولوا ياخدوا بونت على قفا حضرتك المحترم. شفت حياتك ممكن تتقلب بسبب لايك بالغلط، خد بالك بقى. نطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1 رمضان محتاج انرجي.
اهلا بكم مره تانية ومغلق الصيام. انا ايمن وطار وبتسمعونا على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. بنكمل كلامنا عن السوشيال ميديا ومشتقاتها وازاي نتعامل معاها. اتكلمنا عن الفيسبوك وحواراته، واتكلمنا عن انستغرام ولايكاته. هنتكلم دلوقتي عن شبيه انستغرام، او زي ما انا بسميه ابن عمه الرخم، الا وهو السناب شات. السناب شات ده زي انستغرام كده، بس الصور اللي بتحطها مش بتتسيف، معرفش ليه والله. المفروض كانوا يسموه شوق ولا تدوق. انت تحط الصوره من هنا وهوب 8 ثواني وتلاقيها اختفت. طب عايز اشوفها تاني، مفيش. طب عايز ابعتها لحد، انسى. انا نفسي مش عارف استخدمه، صعب وغريب ومعرفش اللي اخترعه كان هدفه ايه. يعني عايز يحرق دم انستغرام وكان غيران منه، فحلف 100 يمين انه يعمل ابلكيشن يقطع عليه. بس الجدير بالذكر اني قريت قصة ان في واحد عمل ابلكيشن عشان تسكان اليوزر نيم بدل ما تكتبه لما تيجي تعمل اد للناس، وبعدها بكام سنة ب$25 مليون. اه والله زي ما سمعتم بالظبط كده، 25 مليون بندق. وعرفت كمان انه طلع نفسه على المعاش وهو لسه في اوائل الثلاثينات، وبيلف العالم هو ومراته وابنه، ارزاق وبيوزعها الرزاق. خلونا نقفل على السيره دي والنبي، عشان انا قلبي وجعني والله، ونتكلم عن ابلكيشن تاني بلا نصايح بلا حرقه كبد. تعال نتكلم عن تويتر. تويتر لو محدش يعرف هو ايه، هو ان محدش كان مهتم بيه، يعتبر من اهم واسرع ادوات السوشيال ميديا، زيه زي الفيسبوك بالظبط. بروفايل ولايكات والشير فيه اسمه ريتويت وبس. بس احسن ميزه فيه انه مقال ودل، بمعنى ان ليك 140 حرف في البوست الواحد. جميل وخفيف كده، تويتر ده ابن حلال والله. خفيف ورشيق كده، وبيجي لك الاخبار اول باول، وممكن تكلم مطربك المفضل وتشتمه عادي، عشان على تويتر الدنيا اوضه وصاله، وهتعرف تجيب اي حد بلمسه ايد. انا عن نفسي بصراحه ما عنديش نصايح كتير قوي لتويتر تحديدا، يعني زرار اللايك بعيد فمش هتقع في الغلط وتعمل فيفرت بالغلط، ولا في البومات ممكن تحط عليها صورك، والاهم من ده كل الاهالي ملهمش فيه ويمكن مش معترفين بوجوده. بس لو في حاجه انصحكم بيها في التعامل مع تويتر، هو ابقى قافل صوت النوتيفيكيشنز. الله يكرمكم، تويتر ايقاعه سريع، ولو اشتركت في كونفرسيشن بينك وبين 3 4 اصحابك مش هتسمع اصوات صوصوه وزغاريد لحد بكره، والعمليه مش بتبقى ناقصه صداع. والبنات في اوبشن تاني، اقفلي المسجات، بمعنى اللي تعملي له فولو بس هو اللي يقدر يبعت لك مسج. ليه بقى بقول لك كده؟ عشان نسبه التحرش اونلاين لا تقل عن نسبه التحرش في الشارع، ما كانتش اكبر منها بكتير. بس مش هيبقى لطيف بقى والله انك قاعده في امان الله تلاقي مسج من واحد يسمي نفسه هتلر الشرق او بحب الحب او تعارف محرومين، وبعت لك مسج بيقول الو ممكن نتعرف، الوقايه خير من العلاج. فيا بنت الناس اقفلي على نفسك وخلي من بالك من نفسك كده، ما عادش الدنيا امان زي زمان. وبنسمع بالمغنية دي من حب فيك يا جاري. مفيش برضه معتصم؟ ايه ماشي، سمعنا اغنيه على ذوقك. نطلع فاصل ونرجع نكمل في مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. اهلا بكم مره تانية ومغلق الصيام. انا ايمن وطار بتسمعونا على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. اتكلمنا عن السوشيال ميديا وطرق التعامل معها والوقايه من شرورها، اتكلمنا على كل حاجه فيها. خلي بالك بقى من نفسك، خلي بالك من لايكاتك، خلي بالك من السكرين شوتس. واحده ممكن سكرين شوت واحده ممكن تهدم اجدع الخطط وتوديك ورا الشمس. وما تخلوش السوشيال ميديا تلهيكم عن شغلكم وحياتكم، الا اذا انت شغال في قلب السوشيال ميديا، ووقتها ما اقدرش اقول لك يا ابني غير سيب الهباب اللي في ايدك ده واشتغل عشان ده شغلك فعلا. معلش يا ابني عمي، اكل العيش مر. وبكده يكون وقتنا خلص النهارده. نشوفكم في حلقه تانية من مغلق الصيام على راديو انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي، والسلام عليكم.